صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نقول أن من أسماء الله عز وجل الباني والفارش، أم أنها تطلق عليه سبحانه بأنها ما صفة؟ كل فعل من أفعال الله يؤخذ منه اسم، بخلاف العكس، كل اسم يؤخذ منه صفة، وأما الأفعال فما كل فعل يؤخذ منه اسم. ويمكرون ما ويمكر الله، ما يقال الماكر من أسمائه الماكر لأنه يمكر بمن يمكر بعباده، لا، فما كل فعل اشتق منه اسم أو صفة. نعم.